موضوعنا اليوم الزعيم مسعود البرزاني يزحزح صخرة الانسداد السياسي، لكن دعونا نتابع ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. بعد الانسداد السياسي الحاصل في العمليات السياسية، الزعيم مسعود بارزاني يطرح مبادرة لحلحلة المشاكل السياسية من خلال زيارة وفد إلى الحنانة للقاء السيد الصدر. وضم الوفد رئيس إقليم كردستان السيد نجيرفان بارزاني وقيادات من تحالف سيادة. وقال الرئيس بارزاني في بيان: من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية، وفي سياق هذه المبادرة أقترح أن يقوم سيدان نجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل. وأعرب الرئيس بارزاني عن أمله في أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته. وكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عبر منصة تويتر: ولا زمن التدخلات الخارجية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراءه إلى النجف الأشرف من أجل مباحثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولا تكون شرقية أو غربية. وربما بهذه المبادرة سوف تحل مشكلة الإطار التنسيقي، وخاصة ما يتعلق بدولة القانون مع التيار الصدري، ويكون هذا بمثابة الحل الجذري للعملية السياسية. وقدم رئيس إقليم كردستان السيد نجيرفان بارزاني مقترحا إلى السيد الصدر بأن يتولى المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية لحل الخلافات السياسية الحاصلة. وأعرب الرئيس مسعود بارزاني عن أمله بصدق أن يفسر الاجتماع بين السيد مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن نتائج إيجابية، ويمهد الطريق نحو حل المشاكل الحالية التي تواجه العملية السياسية في العراق. في حين غرد السيد مقتدى الصدر بطريقته المعهودة: لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية. والجديد في هذه التغريدة هي إعطاء صفة المعارضة الوطنية للإطار التنسيقي، حيث قال: مرحبا بالمعارضة الوطنية في تغريدته. وأشارت التسريبات الصحفية إلى أن الصدر أبدأ استعداده للحوار مع الأطراف الشيعية من دون دولة القانون والاندماج معهم لتشكيل التحالف الشيعي الأكبر، مشيرا إلى أن المبادرة تبقى الآن في ساحة الإطار التنسيقي.